السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. واليوم ان شاء الله انا كنتواجد عند لالة رابحة في دارها، وغادي توجد معكم واحد السفة لقيتها هكا عندها الضياف، وقلت علاش لا ما نصور معكم، لان هي طباخة ماهرة وطباخة محترفة، وغادي تعطيكم السر ديال السفة كيفاش كانت دغيا كتفور ودغيا كتوجد معانا. بسم الله. انا غندير هنايا، غادي دير هنايا واحد الكميه عفوا ديال 2 كيلو ديال الصفه، وكيف ما كتقول لكم تاخذوا نوعيه جيده. انا هنايا ما خليتش الصوت ديالها لان كاين الضجيج، كاين العائله، وكدير الزيت، كدير هنايا واحد 3 معالق ديال الزيت، وكتبسسها مزيان هكا بالزيت صافي، وكدير هكا في الكسكاس، كدير في القصريه بالكميه بالكميه. هنا غادي نتبع معكم الخطوات ديال الطباخه لاله رابحه. غادي تزيد الكميه اللي باقه، كتزيد تبسسها حتى هي. هنا كتزيد بشويه بشويه حتى كتعمر هكا الكسكاس، ولو تيعمرنا الكسكاس في الاول راه كي راه ملي كتبدا تفور كتبدا ترخف وكتطلق، ما كيبقاش الكسكاس هكا عامر. غادي نزيدو الكميه بعد ما كيتطلق كيف ما قالت هي، بعد ما كتبدا تطلق كنزيدوها هكا الفوق في الكسكاس. نزيدو هاد الكميه اللي باقه حتى هي كتبسسها، وكتحط الكسكس حتى كيفور، كتغطي عليه واحد المنديل بحال هكا، لان الكسكس عامر ما كديرش ليه على الغلاقه، كدير له واحد المنديل وكتغطيه حتى كيفور مزيان. كتزيدو هادي حتى هي كتفور، وكنخليوها تفور واحد 15 دقيقه حتى كتشرب طياب. وغادي نتوما شفتو معايا راه هبطات. غادي تزيد هكا تحطها في الكسكاس، صافي. وغادي تبدا تغسل الصفه، كتجيب الماء بعد ما كتنظف الكسكاس، كتاخذ واحد الكميه ديال الماء بارد. هي السر النجاح ديالها هي نديرو عليها الماء بارد وكنغسلوها بحال هكا، كتغسلها مزيان. هي كتقول قالت لك واخا تكون عندي حتى 20 كيلو بحال هكا كنطيبها دغيا كتوجد معايا، ما كتعطلش. شوفي داك الماء ديالها، داك النشا كيفاش كيطلق في الماء، وكديرها في كسكاس هكا كتسقطر. وكتبقى تغسل بشويه بشويه بحال هكا، كتغسلها مزيان، كتفتتها هكا في الماء حتى كتشرب الماء وكتبرد. هذا هو السر ديال النجاح ديال السفه ديالنا، دغيا كتفور ما كتعطلش، لان كيف ما كتقول هي قالت لك الا ما بحال هكا الا ما درناش لها بحال هكا راه كتعطل لنا في الطياب. هنا 2 فورات 3 كتكون موجوده. صافي غادي تبدا تصفي هذه اللي بقات هكا في القصريه. نتوما شفتوا الماء ديالها كيفاش كيبقى، وحتى هذاك الزيت اللي كنديرو راه حتى يبقى هكا مع الماء، ما كتبقاش مشربه الدهنيات بحال هكا. صافي غادي تصفي القصريه، وهذاك اللي بقى غادي تخليه تصفيه بحال هكا. صافي غادي ترجع الكسكاس، نتوما شفتوا الماء اللي تسقطر من الكسكاس، كترجع هكا الكسكاس وكتبدا كتحلها، كدير شويه ديال الزيت واحد 2 معالق ديال الزيت نباتيه. هنا كتزيد الملح، كتملح حسب الذوق، وكتزيد هكا كتحلها باش ما كيبقوش فيها دوك الكويرات الغصت. نتوما شفتوا راه محلوله من الفوره الاولى. صافي كتبدا ترجعها هكا الكسكاس،
كنعاونها بحال هكا وكتخدم هكا بيدها. وكتستمر عليها حتى كترجع للصفه كلها الكسكاس، وكديرها كتفور حتى كتفور مزيان، ضروري ما كتخليوها هكا كتفور. حنا البرمه ديالنا راه خلينا عليها البوطه شاعله بحال هكا صافي، وكنرجعوها البرمه حتى كتفور، وغادي نرجعو بعد ما تفورت لينا الفوره الثانيه غادي تبدا تحل هكا الصفه. وكتمسح الجوانب بحال هكا وعاد باش كتبدا تخدم صافي. دابا كترش شويه شويه وكتخبطها هكا بيدها باش دغيا كتحل، ما كتعطلهاش كيتحلوا دوك الحبيبات ديال الصفه. نتوما شفتوا راه هي محلوله، ما جات لا مطوبه لا لاصقه لا والو صافي. وكتسقي بشويه بشويه، ما كتقويش هنا الماء كتستمر عليها كتحلها بشويه بشويه لان باقا سخونه بحال هكا. لان بعد ما كتغسلها هكا بالماء بارد ما كتبقاش تسقيها بزاف باش ما تشربش ليها هكا الماء كيف ما كتقول هي، قالت لك سقيو بالمهل حتى كنشوفوها بدات كتشرب صافي. وكنحبسو صافي، هي تحلات الصفه تبارك الله. شو كيفاش جات يعني ساهله باش كتوجدوها، واخا كتكون الكميه كبيره كتوجد بسهوله. كنديروا برمه كبيره وكنحلوها بحال هكا صافي. غادي نرجعوها للكسكاس هنا بعد ما فارت، غندير شويه ديال الزبده، غدير عفوا شويه ديال الزبده، كدير شويه ديال السكر سنيده، وكتجيب شويه ديال النيدو كتخلطو هكا بالماء، قالت لك كيبننها، كتسقي به من الفوق صافي. هذه هي السقيه الاخرى. هنا بعد ما كتشرب هاد الزبيده وهاد النيدو بحال هكا او الحليب بودره، تقدروا ديروا حتى الحليب المركز، ولكن الحليب المركز كيجي حلو بزاف، ما تنبغوش هكا الحلاوه بزاف صافي. وكتديرها في الكسكاس وكتخليها حتى كتبغي توجد الغداء عاد باش كتخرج فيها الفوره، لان كتخليها ما كتخرج فيها الفوره وكتخلي تبقى تسنى كيف ما قالت هي. قالت لك حنا ملي كنبغيو نوجدوا الغداء عاده باش كنخرجوا فيها الفوره، حنا كنحطوا الاكله الاولى وهي كنخرجوا فيها الفوره من بعد باش كنحطوها هكا سخونه صافي. غادي تحطها فوق البرمه والكسكاس وتخليها حتى كنوجدوا هكا الغدا ديالنا. نتوما شفتوا راها طايبه صافي. من بعد غادي تبدا هكا كتحطها سخونه بعد ما فوراتها. شوفوا تبارك الله السفه كيفاش طايبه، وكتقادها بحال هكا كدير على شكل يعني سفه بلديه، لان لاله رابحه تبارك الله راه طباخه ماهره في هذا الشيء البلدي صافي. كتزينها بشويه ديال يعني بيابس او زبيب، كدير القرفه كتزيد زينها بشويه ديال اللوز على حسب المتوفر صافي. كدير هكا شويه ديال اللوز في الجوانب تبارك الله. راه هي وجدت لنا السفه كيف ما قالت لنا، هاد الكميه ديال 2 كيلو راه كتعطي 4 ديال الاطباق. وما تنساوش الا عجبكم الفيديو شاركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش دائما